السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الـ15، الجولة 15 من الدوري الإيطالي بداية من اليوم بإذن الله تعالى الجمعة 11/11/2022. متابعين الكرام، اليوم إمبولي هتلعب أمام كريمونيسي الساعة 9:45 دقيقة. طبعا الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان كالعادة. لو عايز توقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت الامارات وعمان من فضلك زود ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعه. لو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين. متابعين الكرام، البدايه بمباراه امبولي امام كريمونيسي اليوم الجمعه الساعه 9:45 دقيقه عن 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر، الساعه 10:45 دقيقه عن 11 الا ربع مساء بتوقيت مكه المكرمه. المباراه على قناه ابو ظبي بريميوم 1 او اي دي سبورتس بريميوم 1 الاولى والمعلق محمد حسين. يوم السبت 12/11/2022 نابولي هيلعب امام اودينيزي الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة توزع على قناة اي دي سبورتس بريميوم 1 ابو ظبي بريميوم الاولى والمعلق فارس عوض. بعد كده عندنا مباراتين، سامبدوريا امام ليتشي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وبولونيا امام ساسولو الساعة 9:45 دقيقة عن 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر، الساعة 10:45 دقيقة عن 11 الا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:45 دقيقة عن 9 الا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. على كل حال المباراتين على قناة ابو ظبي بريميوم 1 او ابو ظبي اي دي سبورتس بريميوم الاولى. متابعين الكرام، يوم الاحد الموافق 13/11/2022 تستكمل باقي مباريات الجولة 15. عندنا اتلانتا هتلعب ام انتر ميلان، مباراة قوية جدا الساعة 1:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، الساعة 2:30 عصرا او مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:30 منتصف النهار او ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مباراة قوية على قناة اي دي سبورتس بريميوم 1 او ابو ظبي بريميوم الاولى. بعد كده عندنا 1 2 3 ثلاث مباريات في نفس التوقيت، هيلاس فيرونا امام سيبيزيا، مونزا امام سالرنتانا، وروما امام تورينو. الثلاث مباريات في نفس التوقيت الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مباراة روما امام تورينو على قناة ابو ظبي بريميوم 1 او ابو ظبي بريميوم الاولى، هيلاس فيرونا امام سيبيزيا على قناة ابو ظبي بريميوم 2 الثانية، مونزا امام سالرنتانا على قناة او تطبيق ستارز بلاي. بعد كده روما ميلان هتلعب امام فيورنتينا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. ميلان وفيورنتينا القرار على قناة اي دي سبورتس بريميوم 1 او ابو ظبي بريميوم الاولى والمعلق فارس عوض. واخر مباراة في هذه الجولة 15 يوفنتوس في مواجهة لاتسيو، مباراة قوية ايضا مع ده الساعة 9:45 دقيقة عن 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر، الساعة 10:45 دقيقة عن 11 الا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:45 دقيقة عن 9 الا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة اي دي سبورتس بريميوم 1 او ابو ظبي بريميوم الاولى والمعلق علي سعيد الكعبي. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو، وكان معكم محمد نور الدين. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.